صحيح كان هناك بعض التحديات والتي استطعنا تجاوزها، لكن هذه التحديات مقارنة بأي انتخابات سابقة كانت أقل بكثير. وحتى المخالفات هناك تراجع في صراع الأصوات، ما يسمى في الرشوة الانتخابية تراجع في محاولة يعني أي شيء التزوير، تراجع في مجيء جميع المجالات، وهذا سببه الإجراءات التي تمت من قبل الهيئة ووجود كل المراقبين. وهذا التراجع شيء ضروري وأساسي. أنا ما بقول إن بعض المخالفات صارت في محاولات يعني للأسف في بعض المراكز قليلة جدا، لكن كان هناك رجال أمن استطاعوا أن يحموا العملية الانتخابية ويحموا صناديق الانتخاب، وهذا مهم جدا. بلغ العدد النهائي للمقترعين 1,638,351 مقترعا من أصل 5,080,858 ناخب، وبنسبة الاقتراع بلغت 32.25%، أي بزيادة مقدارها 250,640 صوت من عدد المقترعين عن الانتخابات النيابية الأخيرة، وهذه نسبتها الزيادية 18%، أي هناك زيادة ما يقارب 18% عن الانتخابات النيابية المشاركة، وهذا مهم جدا. ووفقا أيضا هذه مهمة لبيانات ومعلومات وزارة الداخلية، فإن هناك ما يقارب كحد الأدنى أكيد 515,000 ناخب مواطن مغترب لم يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بسبب تواجدهم خارج البلاد منذ وعدم عودتهم للأردن منذ 1 كانون الثاني 2023، على الرغم من أن أسماءهم مدرجة في الجدول وضمن العدد اللي ذكرته 5 ملايين، لأن القانون لا يسمح لهم بالانتخاب خارج الأردن. ولهذا فإن النسبة الموضوعية في رأيي للمشاركة في هذا الاقتراع تكون ما يقارب 36%،